على كل الأحوال احنا عندنا فقرة حوارية مع حضراتكم بعد قليل مع الناقد الرياضي وصاحب الإحصاءات المميزة دائما الأستاذ خالد طلعت معانا بعد قليل، وهيكون كمان معانا قراءة في منشطات صحافة الغد مع حضراتكم ومناقشة لأهم وآخر التطورات على الساحة الرياضية والكروية. خليكم معنا مشاهدي الكرام. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. انضمنا في الاستوديو استاذ خالد طلعت الناقد الرياضي وملك الاحصاءات. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء النور يا هبه، اهلا وسهلا بيكي، منور بيكي واهلا بالساده المشاهدين كلهم. احصاءات كتيره هتكون معانا النهارده، ولكن في البدايه كده اخبار المنتخب ايه والكلام الكتير اللي كان على حسام غالي وان هو هيعتزل ورد فعل بقى كوبر؟ تمام. لا هو خلينا نتكلم يعني بنعكس الموضوع شويه. انا شايف ان هو موضوع اعتزال حسام غالي الدولي هو اللي رد فعل على قرار كوبر باستبعاده. يمكن الموضوع محسوم، يمكن كان حصل ازمه ما بين حسام غالي وكابتن اسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر، ويمكن حسام غالي تصرف بشكل غير لائق وطلب بعد كده من حسام غالي ان هو يعتذر لكابتن اسامه نبيه عشان تنتهي الامور ويعود للمنتخب مره ثانيه. حسام غالي رفض الاعتذار ده، فبالتالي كان قرار او فرمان من هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بعدم ضم حسام غالي للمنتخب مدى الحياه. طول ما هيكتور كوبر موجود على راس الجهاز الفني، حسام غالي مش هيرتدي قميص منتخب مصر حتى لو بقى احسن لاعب في مصر كلها بسبب الموقف اللي حصل مع اسامه نبيه. فبالتالي حسام غالي عشان بس يعني تجميل الصوره او للشو الاعلامي او عشان ما يبقاش شكله وحش، فقال ان انا هعتزل اللعب الدولي، لكن في الاخر هو اللي تم استبعاده من منتخب مصر مش العكس اللي هو انا بيقول. صاحب الكلمه الاولى والاخيره في المنتخب، شعار يرفعه كوبر؟ اكيد طبعا. كوبر عنده على فكره شخصيه قويه جدا يا هبه، ويمكن في ناس بتتكلم خاصة، خلينا نتكلم بصراحة، جماهير الأهلي، أن أسامة نبيه هو المتحكم في منتخب مصر وهو اللي بيدي كوبر للتشكيل والقائمة وبيجامل لاعبي الزمالك. الكلام ده مش موجود خالص. يمكن أنا حتى يمكن تواجدت مع الجهاز الفني منتخب مصر في إحدى الرحلات حوالي 4 أيام. هيكتور كوبر شخصية قوية جدا، مع احترامي الكابتن أسامة نبيه هو مدرب واعد، لكن ولا اسامه نبيه ولا 10 زي اسامه نبيه يقدروا يسيطروا على هيكتور كوبر. هيكتور كوبر عنده خبرات كبيره جدا، درب انديه كبيره، درب منتخبات كبيره، درب انتر ميلان، اتعامل مع كبار النجوم. فبالتالي اسامه نبيه رايه استشاري لا فقط لا غير. انا عايز اقول لك انه احد اعضاء الجهاز الفني، فمش من المنطقي ابدا ان هو يبقى حتى مش ما بيقولش رايه. مظبوط، هو بيقول رايه، لكن كوبر في الاخر هو بيقول رايه النهائي. وعايز اقول لك يمكن مفاجاه كمان للساده المشاهدين، ان محمود فايز اللي هو يعني برضه مدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر يمكن تاثيره على كوبر اكتر من تاثير اسامه نبيه. لان محمود فايز بيجيد اللغه طبعا، وهو المترجم، هو مدرب مساعد ومترجم في نفس الوقت. علاقته بهيكتور كوبر علاقه قويه جدا وعلاقه صداقه، فيمكن هيكتور كوبر كمان بيثق في محمود فايز اكتر وبياخد براي محمود فايز اكتر. يعني مع احترامي برضه يعني مش عايز الكلام ممكن يزعل كابتن اسامه نبيه شويه، لكن بالعكس انا بتكلم في صالحه، ان مش هو المسيطر خالص على المنتخب زي ما الكلام بيقال. لا، في محمود فايز، في اسامه نبيه، في كابتن احمد ناجي حتى، رغم ان هو مدرب حراس مرمى لكن برضه بيتدخل في الامور الفنيه لبعض اللاعبين باعتبار عنصر خبره كبيره. فهو في الاخر راي استشاري ما بين الجهاز الفني كله، وفي الاخر راي هيكتور كوبر هو اللي بيمشي على الكل. موضوع كابتن حسام غالي، شايف ان هو اخذ اكبر من حجمه؟ اكيد طبعا، للاسف يعني الاعلام تناوله بشكل برضه مبالغ فيه شويه، وبعد كده الموضوع كبر. حسام غالي نفسه اخطا كمان ان هو طلع اتكلم في الموضوع ده. يمكن كان اسامه نبيه وقتها التزم الصمت تماما، لكن حسام غالي هو اللي بدا بالكلام وبرضه اتكلم يمكن بشكل غير لائق شويه، كبر الموضوع شويه. وعشان كده هيكتور كوبر بقول لك لا، هو راجل عنيد جدا. هيكتور كوبر يمكن ناس ما تعرفوش كان دخل في عناد مع رونالدو، رونالدو البرازيلي بقى، النجم البرازيلي القديم طبعا، الاسطوره رونالدو، اما كان بيدرب انتر ميلان وكان بنفس المشكله برضه. رونالدو كان بيتعامل مع باقي اللاعبين بغرور شويه باعتباره هو نجم الفريق، برضه تعليمات هيكتور كوبر ما كانش بينفذها، كان دايما بيهاجم ما بيرجعش للدفاع. فبالتالي حصلت ازمه كبيره ما بين هيكتور كوبر ورونالدو، واستبعده من صفوف انتر ميلان وطالب اداره النادي بالاستغناء عنه. فبالتالي بقول لك هو من زمان عنده شخصيه قويه جدا، ما بيهموش النجمه، ما بيهموش اسمه، يهمه في الاخر الالتزام، وده اللي شفناه يمكن حتى في اختياراته للاعبين في قائمه المنتخب.